لبيك اللهم لبيك. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري بمناسبة اقتراب موسم الحج لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية، وتعلن عن البدء في إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحج القرعة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الفترة من السبت الموافق 11 من مارس 2023 وحتى الأربعاء الموافق 15 من مارس الجاري، وفقاً للجدول الزمني التالي: السبت 11 من مارس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية، الأحد 12 من مارس بمحافظات مطروح الأقصر الدقهلية دمياط القليوبية الفيوم، الاثنين 13 من مارس بمحافظات البحيرة قنا الغربية بورسعيد الوادي الجديد المنيا، الثلاثاء 14 من مارس بمحافظات كفر الشيخ المنوفية الإسماعيلية أسيوط بني سويف، الأربعاء 15 من مارس بمحافظات جنوب سيناء السويس سوهاج شمال سيناء البحر الأحمر. يمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الاستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالي. وكل عام وأنتم بخير. لك والملك لا